المجموعات المتآلفة. وش معنى المجموعات المتآلفة؟ معناها صالح عنده ثقة في خمسة ستة من الناس يعرفهم، يشرح لهم، يفهمهم باللي هاو كيفاش احنا حابين نديروا الثورة، نديروا التغيير، هاو علاش حابين نديروا التغيير. ونحاولوا نقنعوهم بالفكرة، خلاص مقتنعين مثلا، خلاص دار مجموعة انت وهم مقتنعين بالثورة. كل واحد منا اللي يعرف مجموعة اللي يثق فيهم، لازم يكون يثق فيهم ثقة كبيرة، مش أي مجموعة، يتفق معاهم يقول باللي احنا نديروا مجموعة تساهم في الثورة، وتتفقوا على الخطوات. مثلا هذه الأسئلة اللي أنا يعني نقول لهم لكم، أنا أنتم تفورموا واحد آخرين، ماذا بي أنا مثلا أنتم راكم تتفورموا معايا أنايا في النقاش، ومن بعد انتم تبداو تفورموا ناس واحد اخرين. مناره تسمعي فينا؟ طيب، فالمجموعات المتالفه كما قلت، أنا أسمع فيكم. نعم. طيب، المجموعات المتالفه هي المجموعات اللي الناس تثق في بعضها، يعرفوا بعضها من الصغر، قراوا مع بعضهم، جيران، كانوا جيران، واحد عايش في عنابه بصح واحد عايش في طليان الان بصح يعرفوا بعضهم مليح. هذو يديروا مجموعه ويبداو هما يريكريتو مجموعات أخرى. صالح يدير مجموعة، المجموعة هذه فيها خمسة، بعد هذوك الخمسة ماذا بينا كل واحد يجيب خمسة ولا ستة نتاعو، هو يولي هو مسؤول مع عليهم. بصح صالح ما يعرفش هذه الخمسة اللي راهم مع، نقولوا مع كريم، ما يعرفهمش. يعني كريم فقط، ركزوا على أن المجموعات تكون مستقلة عن بعضها، ركزوا على أن القرار يتخذ بيناتكم بالاجماع اذا كان ممكن ولا بالاغلبيه. انا عندي علاقات في القنوات، الحمد لله الان 16 سنه على نظام في هذا المجال، بنيت شبكه واسعه من العلاقات مع الصحفيين، سواء الصحافه المكتوبه او المرئيه يعني، او حتى المسموعه. وكما قلنا في الشغل الميداني كان مجموعه شروط ومجموعه اشياء لازم تترتب. خذوا راحتكم، كلمه 8 ماي جيده، معناها فيه وقت، مازال اكثر من شهر. في هذا في اكثر من شهر ممكن ترتبوا اموركم. لو كان تقدروا توصلوا ان تكون ثلاث اربع مجموعات في حوالي 20 ولايه، 20 ولايه، ثلاث اربع مجموعات صحيحه حقيقيه، ماشي تاع هف ولا تاع كلام. وهذوك المجموعات عندهم عناصر، لان لابد الناس الجزائريين كي يخرجوا في كافه الولايات او في اغلبيه الولايات في نفس الوقت. وخويا العربي تسمع كيما قال منار، اسمح لي خويا. بالنسبة للإنترنت، الإنترنت. نعم؟ الإنترنت تسمى قادرين كيما نقولوا كي نبداو المظاهرات. بالنسبة للإنترنت. نعم، بالنسبة للإنترنت، كاين أولاً لازم يجي عندنا ناس في الحدود. من جهة المغرب ومن جهة تونس لازم يشكلوا مجموعات، مثلاً أنتم قرى صالحة أو في عمان. هذه عليا، هذه عليا بالحدود تاع تلمسان، الحدود تاع تبسا عليا. الله يبارك. عندي ناس ان شاء الله. الله عندي ناس تاع ثقه نتعامل معاهم ونعرفهم ناس لاباس. هذه ممتازه. لازم يكون عندنا عناصر داخل الحدود هما اللي يذبحوا الاشياء. زائد نحاولوا قدر الامكان من جهتكم ومن جهتنا الى نوفروا بعض تليفونات ساتيليت اللي هما اللي يسموهم فوريه. باش يقدروا الناس يتكلموا بالتليفون ما يمروش على ريزو الجيريا، لان ريزو الجيريا راح يكون طبعا تحت الحراسه، هو دائما تحت الحراسه، ولذلك انتم حاولوا دائما تكلموا بسكايب، لان سكايب ما قدرش يسمعوه.